اهلا بحضراتكم من جديد. واضح ان القضيه كلها قضيه صوتيه. الحق اتهم الآلة ولبسه حاجه وخلي الاعلام يمشي فيها والناس تنشر وما يبصش عليك انت ولا حد يبص عليك. والناس تكتب والناس تعمل حلقات والناس تناقش في البرامج واصل الموضوع ما فيش. تعدم سيد عبد الحفيظ وتطلع عين والراجل ما قالش اللي انت بتنسبه في المقابل تفوت لرئيس اللجنه التنفيذيه عضو اللجنه التنفيذيه المصيبه بيقولها اتهام مباشر بس تروح لسيد زي ما بتتهم جمهور الاهلي قال تنمر وتسيب شيكابالا اللي عمله هي كده اتهامات تخيليه عارفين الاعلانات التخيليه اللي في الملاعب هي كده اتهامات تخيليه تتبنى عليها مواقف برضو من ضمن الاتهامات التخيليه مجلة نادي الزمالك تطلع بغلاف انتوا فاكرين في نهاية كرة اليد فاكرين نهاية كرة اليد الكابتن محمود الخطيب وهو بيسلم احمد الاحمر درع الدوري وبيتصور مع لعيبة الزمالك وشفنا الروح الرياضية الجميلة اللي كانت موجودة وكل الناس اشادت بيها فجأة حصل ان غلاف مجلة الزمالك يحمل ورا بعضه مرة اساءة كبيرة للكابتن محمود الخطيب رغم اللافتة الرياضية اللي عملها ومرة كمان بحق الكابتن سيد عبد الحفيظ في المرتين ادوا شايفين مثلا وتواطؤ لجنة يعني الكوماندوز اسقطوا يد بيبو انتوا متخيلين يعني الخطيب يمد ايده يسلم احمد الاحمر درع الدوري ويتصور مع لعيبة الزمالك ويبارك لهم انت ليه عايز تنط على نكشف بالتفاصيل تواطؤ لجنة مجاهد محدش توقف مباشر بالتواطؤ ولا حد اشتكى ولا حد حاسب ولا حد ده كلام يطلع نفس العنوان وغلاف تاني ضد الكابتن سيد عبد الحفيظ اتفضلوا يا حفيظ تلاعب واتهامات وبعدين ايه من بطش الحمر بصوا اللفظ يا حفيظ تلاعب واتهامات ده كلام لمدير الكرة في النادي الاهلي على غلاف مجلة الزمالك الاستاذ سيد علي الاعلامي وهو رجل صحفي كبير طبعا ساءوا جدا اللي حصل ده فكان على الهاتف معاه شخص محترم جدا بقيمة الدكتور حسين السمري عضو اللجنة التنفيذية في نادي الزمالك وهو رجل قيمة انا على فكرة الراجل ده محترم جدا محترم عشان كده استغربت من رده اللي هنسمعه وهنعقب عليه. ايه رايك في غلاف مجله الزمالك الاخير والهجوم اللي كان بشكل غريب جدا على الاهلي؟ نفس الموقف في مجله الاهلي. وليه برضه النظر لمجله الزمالك فقط؟ نعم. انا وجهه نظري حد يتنمر عليا طبعا شيء محزن ولكن المحترف يا فندم ما يعملش كده. استاذ سيد حضرتك بتقول الكلام ده في استديو مرتاح والامور دي خد بال حضرتك ده لاعب تحت ضغط جامد جدا بمنافس وحكم ونتيجه والى اخره. الموقف مختلف تماما من لاعب يا فندم اللاعب المحترف بيتمرن الكوتش بتاعه بيمرنه ازاي يلعب ويتعامل تحت ضغط. انا ما انت بتعمل كده انت كمان ما هو دكتور حسين السمري يقول لك ما تشوف مجله الاهلي بقول لك بلغ على طيب خلي بالك فكره ان لازم اقول الزمالك يبقى لازم اقول الاهلي والعكس ما احنا ناقشناها قبل كده كتير لكن هي مجله الاهلي يا دكتور حسين وهو راجل يعني تربوي قيمه انت شفت مجله الاهلي كتبت حاجه ضد الزمالك في اللي انت بتقوله ده طب خد اخر اربع خمس اعداد ادي غلاف مجله الاهلي عهد ووعد وانجازات مجلس الاداره يشكر الرئيس السيسي ودعم القوات المسلحه لمشروعات ورساله النادي. ثم ده في مشروع استاد النادي. هات لي كلمه يا دكتور حسين على نادي الزمالك الشقيق المحترم. بعديها العيديه يا اهلي. الاهلي كله كلام عن الاهلي وموسيماني والاستعداد لمباراه صن داونز ولا فيه لفظ تلقيح او تصريح أو لا قدر الله تجريح أو إساءة لنادي الزمالك أو لأي نادي آخر. ثم اعتراض على اتحاد الكرة والجدول المضغوط اللي الزمالك بيتكلم عليه وعلى مستوى التحكيم. بلاش كلام فارغ الأهلي يطلب رسميا حكاما أجانب لكل مبارياته. أين مباراة أسوان والمقصة وكيف لا تحترمون جدولكم لاتحاد الكرة؟
ثم الحديث عن استاد الأهلي والحلم الكبير اللي بيولد. هنا مفيش لفظ واحد ضد نادي الزمالك، لا تصريح ولا تجريح ولا تلميح. لكن الحقيقة كابتن عماد النحاس تعرض لتنمر وإساءة واضحة وهو خارج في رمضان. كل اللي قاله رمضان كريم، الإعلام ما اتضايقش وما ساندش عماد النحاس وما انتقدش زي اللي حصل مع لا هم اشادوا تصرف عماد واللي احنا بنطالب بيه. لما انت يجي لك إساءة ترفع، فكان الجمهور ابتدى يخجل من تصرفه، تمام، واخد بالك؟ وده اللي احنا بنقوله. لكن هو انت شتب، بس هل استنكرت ان الإساءة ليه؟ اطلاق. لا. زي اللي حصل مع الدكتور الكابتن حلمي طولان لما اسيء ليه من قبل جمهور نادي الزمالك، عارفين اللي دافع عنه مين؟ الدكتور حسين السمري، اللي لمنا احنا على ما لم نفعل. كتب الراجل مشكورا: عندما نتحدث عن التجاوزات والغلط في حق شخص ما لابد ان نطبق هذا المبدا على الجميع، انا موافقه دون اي تمييز او تفرقه مهما حدث. فاهانه حلمي طولان من الجماهير امر مشين جدا ولا يصح اطلاقا معه او مع غيره. لابد ان نضع حدود وردع لهذه الظاهره اللا اخلاقيه، خاصه وليس هناك حضور جماهير، وبالتالي فالحضور معروفين بالواحد ويجب توجيههم من خلال انديتهم، وهذا سهل جدا. ده كلام الدكتور حسين السمري اللي انتوا لسه سامعين كلامه.